مشاري تعرفني عن نفسك في 30 ثانية لو سمحت. مشاري حربي 25 سنة، اهتم في التسويق وإدارة الأعمال. في أي مقابلة شخصية لازم أنت تقرأ اللي قدامك قبل لا هو يقرأك، عشان أنت تعرف كيف توصل للي أنت تبغاه. اسمي مشاري حربي، عمري 25 سنة، من الرياض، مهتم بالتجارة الإلكترونية. أكثر شيء يعرف عني هو سمنتي. السمنة تحرمني من الراحة وتحرمني من اللبس الحلو، بس تعطيني مساحة للأكل كويسة. أول ثلاث كلمات يخطرون على بالك لما أقول لك مول؟ فود كورت، من ملابس، وتعب المشي. أنا تركت وراي بنتي عمرها سنتين وأربع شهور، اسمها شوق، اسم على مسمى، كل يوم عن يوم تكبر، فأنا متحمس أشوف شكلها بعد شهر كيف بيكون. إذا فزت بال 500,000 ريال حستثمر فيها في شركتي، والباقي بأشتري به غدا نفسي. يعني حابب أقول للمشاركين معانا، المنافسة صعبة ولكن الفائز واحد. ما هي أهم ثلاث صفات للقائد الناجح؟ الهدوء، الصبر، اتخاذ القرار، الجرأة في اتخاذ القرار. الهدوء في ردود الفعل عند القائد هي أهم صفة لازم تكون موجودة في فريق عمل مولع نار. تعطينا مؤهلاتك ومواهبك لو سمحتي؟ في مجال المكياج أنا أشتغل ميك اب آرتست ومدربة سباحة كمان. ممتاز. طبعاً أنا مرة حابة أني أحصل على وظيفة علشان أجيب فلوس للفريق وألبي احتياجاتهم وكذا. والله يا أنا شوية بس أبغى أعرف معلومات عن الوظيفة عشان أقول لك بس الناحية اللي تناسبك من سي في حقي. لا، معلومات الوظيفة خليها عندنا، أنت بس جاوبي على الأسئلة على أساس إحنا نقدر نقيم. أوكي. لو حصل لك فرصة أو طلب منك استبعاد شخص من فريقك الآن، من تختاري؟ الآن؟ مستبعد أحد مشاري. بعد الفاصل. وين الأحمق يا عيال؟ سويت شيء مرة نذالة، خبيت أغراض لهم. حاولي تتفادي الأنانية، قد تضرك. هذه قاعدة الملوك. لا لا تقعد زي الضمير الصاحي، أطلع فوق. شباب أخذتوا شيء من أغراضنا؟ أول شيء ما تفر هنا. أيوه. مكان طالع. واجهني وأنا أكلمك طالع فيني. بدر مرة مشاغب، راح نخليه يندم على هذه الحركات اللي هو سواها. قبل الفاصل. ما هي أهم ثلاث صفات للقائد الناجح؟ الهدوء، الصبر، اتخاذ القرار، الجرأة في اتخاذ القرار. لو حصل لك فرصة أو طلب منك استبعاد شخص من فريقك الآن، من تختاري؟ الآن؟ استبعد أحد مشاري. مشاري ليش؟ علشان المنافسة يعني. كيف ممكن تتصرفي تحت تأثير الضغط إمام؟ أبطئ سرعة الإنتاج على أساس أنه يكون فيه كفاءة، فيه كواليتي في الشيء اللي أقدمه. ممتاز، ممتاز.